متشكر قوي 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 يا درش. الورق اللي انت جبته لي ده عملت لي بيه ختمه كبيره جدا. يا باشا ما تقولش كده، ده انت ريسنا وعم الكل. بقى معقوله تبقى في زنقه وما تلاقيناش جنبك؟ عارف عارف والله العظيم ده عشره عمر يا راجل. راجع سعادتك الاسامي اللي هنا، واي حد من دول هتعوزه هنجيبه كلهم تحت ايدينا. ما انا لو اعرف بس هنعوزهم في ايه. ازاي يعني وسعادتك مش عارف؟ لا قصدي يعني انا مش عارف النيابه هتسالني في انهي قضيه وانهي متهمين وكده يعني. نيابه من يا باش ما تشيلش هم يا باشا، كلهم تحت ايدينا وكل اللي هنامرهم بيها يعملوه. الله، هو يعني اللي احنا عملناه ده اياميها مش عشان كنا بنخدم البلد؟ طبعا كنا بنخدم البلد، امال كنا بنخدم امي؟ بس احنا صحيح افترينا شويتين، لكن هو بقى العمل ايه؟ عمل عمل ربنا. وحد كان عارف يعني انه هيطلع فيسبوك كده ولا ما فيسبوك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، اهدى معالي الباشا، اهدى مش كده. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مين؟ اتبع سيد. ايوه باشا اتفضل يا باشا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ها طمني سبع ولا ضبع؟ عيب يا باشا، كل اللي امرت بيه يتنفذ بالحرف. خد منك الفلوس واديته تليفونك. حصل يا باشا. تمام. ومحمود فرغلي ما هربش. ما هربش يعني ايه؟ يعني ايه السجن مفتوح قدامه وما هربش؟ بيقول انه ما قدرش. ماشي، المهم تكون سيادتك اطمنت بقى ان انا مشغلك في الامان. يا باشا انا دلوقتي طوعك من ايدك دي لايدك دي ورقبتي. تعيش يا ابو السيد. تعالى بقى اما نقعد علشان نظبط حاجه مهمه جدا. اتفضل يا باشا. صلي بينا على النبي. الف صلاه عليك يا نبي. احنا لينا ملف في مباحث المصنفات الفنيه بتاعنا، عايزينه. ايوه بس لا مؤاخذه يا باشا، فين مباحث المصنفات الفنيه دي؟ في مجمع التحرير. مجمع التحرير عارفه يا باشا؟ هم طبعا قافلين دلوقتي. مظاهرات بقى وناس بايته في التحرير والشرطه غضبانه عند بيت ابوها، انت فاهم. مين بقى دلوقتي فاضي انه يعمل محاضر مصنفات فنيه؟ كلامك عين العقل يا باشا، بس لا مؤاخذه برضه احنا لازم ناخد احتياطنا. بتوع المباحث دول بقى اسالنا انا عنهم، دول اللي بيجوا في الهيفا ويصدروا. عيب عليك بقى، كله مدروس. الملف اللي احنا عايزينه بتاع قضيه قديمه. ثانيا الاحراز بتاعه القضيه دي مرميه هناك، ما حدش داري بيها. انا عامل ترتيبه للدخول والخروج من غير ما حد يضايقنا، لكن برضه لازم نروح ونعاين علشان نبقى مطمنين 100%. تمام يا باشا، انت كل اللي تؤمر بيه هيتنفذ. عظيم. راجع بعد شويه هيتصل بيك علشان يظبط معاك، هيطلع لك جنيه صول في المباحث. ايه انبسطت قوي؟ ها طيب مبروك يا عريس. بكره بالليل متاخر هنطلع باذن الله على مصر علشان نوصل بدري قوي الصبح، نخلص المصلحه بتاعتنا وتننا راجعين. على خيره الله يا باشا. اي اسئله؟ لا يا باشا. ايه خفيت من مرض الاسئله؟ طيب يلا سلام عليكم. على السلامه يا باشا، مع الف سلامه. ابقى تقل بقى عشان مصر برد. ماشي يا باشا. اقفل الباب وراك يا محمود. رجعت الورق؟ مش كله بالظبط، لكن تقدر تقول ان انا ابتديت. انت عارف انا محامي مش محاسب، والشؤون الماليه دي مش اختصاصي. يا سيدي ما انا عارف كل الحكايه، عايزك تاخد فكره عن الموقف عشان لما نقرر الاجراءات القانونيه الصح. ده اللي انا بعمله بالظبط، بس انا رايي انك تتأنى يا شهير بيه. يا محمود ما اقدرش استنى، لازم اعمل المحطه التلفزيونيه. انت عارف الظروف السياسيه اللي بتمر بيها البلد دلوقتي، لو ما بقالناش صوت في الهيصه دي هننداس كلنا بالجزم. مفهوم مفهوم يا باشا. لازم اركز على القناه الفضائيه، لازم. Ahem.
شهير بيه ازاي معليك؟ انا اسف جدا ان انا جيت من غير دعوه، بس الحقيقه سعادتك ليك عندي حاجه مهمه. انا فاضل ابو الروس، الشرف لي انا يا فندم. بجد يا كريم البلد هنا تحفه، نفسي نعيش هنا على طول. نعيش هنا؟ انت عارفه يا مهر لما بتقولي الكلام اللهبل ده ما بكونش عارف ارد عليك اقول لك ايه. عايزه اسيب شغلي وحياتي عشان عاوز اكمل في الغردقه واخد تاني؟ ما تفكري كويس. مساء الخير. مساء النور، اتاخرتي ليه؟ ازيك يا مدام ميار؟ طيب عن اذنكم انا بقى. لا وعلى ايه؟ انا اللي عن اذنكم. هو في ايه؟ مراتك مالها؟ ما ده العادي بتاعها. ايه الحلاوه دي؟ حاول تخرج من المود الغريب اللي انت حاطط نفسك فيه. جينا ننبسط، نضحك، نتكلم. ايه؟ متردد ليه؟ ما تمشي. دلوقتي شرويت لو شافتني هتقلب عليا. سبحان الله. يعني انت جاي مخصوص عشان عارف انها موجوده هنا، ودلوقتي خايف لا تشوفك. انت بني ادم غريب وما بقتش فاهمك بصراحه. طبعا من انا ايه يعني دلوقتي؟ لا لا ولا حاجه دلوقتي. يا اهلا 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 وسهلا. اهلا اهلا اهلا. نورت. شكرا. اتفضلوا. الو، اهلا يا باشا. ايه معقول ده كل حبايبك هنا؟ طب يا فندم. لا 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 لا، تحت امرك، نلتقي مره ثانيه. الف سلامه يا فندم. سلامه. مساء الخير يا فندم. اهلا. مساء الخير. فاضل ابو الروس. اهلا وسهلا. اتفضل. ميرسي يا فندم، أنا عارف إن أنا مش معزوم وعارف إن سعادتك عندك حفلة وضيوف. أنا مش هعطلك نص دقيقة بالظبط بعد إذنك. اتفضل. مبدئياً سعيد باشا عبد الرشيد بيبلغ سعادتك تحياته. إيه ده؟ أنت عارف أراضيه فين وعلى اتصال بيه؟ هو موجود يا فندم في دبي والأوضاع متظبطة، أسبوعين ثلاثة وهيظهر الحياة تاني ويتصل بكل الحبايب. الحمد لله، والله دي أخبار كويسة. الحمد لله. ثانياً أنا عارف إن سعادتك بتحب السيجار الكوبي. قلت مش معقول يكون عندي الشرف ان انا اقابل سعادتك وما اجيبلكش حاجه بسيطه كده من كوبا. ده اصلي؟ اكيد يا فندم. طيب اتفضل اتفضل حضرتك. انا مش عايز اتطفل على ضيوف سعادتك. يا راجل تتطفل ايه؟ دول مجموعه من الاهل والاصدقاء. اتفضل. فاضل بيه مش كده؟ فاضل ابو الروس يا فندم. اتفضل فاضل بيه. اتفضل اتفضل حضرتك. يا اهلا وسهلا. اهلا بمعاليك. مساء الخير. اهلا وسهلا. فاضل بيه الوزير. اهلا وسهلا. اهلا فاضل بيه اللي هو زي صح. ازيك يا حاجه؟ مفيش حاجات جديده. انت بتعرف فاضل بيه؟ مدام رانيا مبسوطه اني شفت حضرتك. انا سلمى الطلاني. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. على فكره كلموني من عندك من البرنامج عشان اطلع اتكلم يوم 2 فبراير زي ما حصل مع اسماء. طبعا طبعا، اسم حضرتك كان موجود في قائمه النجوم اللي كانوا هيتكلموا. بس انا مرضتش. مرضتيش عشان كنت مع الاعتصام ومش هيخليكوا تقولي رايك؟ لا، مرضتش عشان ماليش في السياسه وما عنديش راي اصلا. بس احنا عمرنا ما كنا نمنع حد يقول رايه ابدا. الكلام ده كان بيحسن من الاول، لان الامن هو اللي بيحدد مين اللي يتكلم في البرنامج. انا عن اذنكم. اتفضلي. لا الا ده بقى بعد اذن معاليك، ده صديق عمر من ايام المدرسه. معقول؟ ده انت طلعت عرفت كل الناس يا اخي. الحمد لله. طبعا البيت بيتك يا فاضل بيه. طبعا يا فندم. طيب استاذنكم انا هاخد درينك. اتفضل. حاجه غريبه ما كنتش متخيل طلع عارف كل الناس. احنا قد كده. مساء الخير يا هند. مساء النور. معلش هتعبك شويه. ممكن نسكافيه بلاك لو سمحت؟ تحت امرك يا فندم. تشيك. نسكافيه بلاك؟ اي حاجه مش موجوده عشان اتوكل على الله. ماشي، فهمني دلوقتي انت جيت هنا ازاي؟ جيت بالعربيه بتاعتي. انا هجيب حنطور مثلا. لا مش قصدي، قصدي ما قلتليش يعني انك معزوم. ما هو انا لازم اقول لك على كل تحركاتي ولا ايه؟ لهوي عليك، ما تقدرش تجاوب على سؤال عدل من غير لف ودوران. ايه هو اللي ممكن لف ودوران؟ انت فاكره انا كان ممكن اسيبك تكوني موجوده في الحفله دي من غيري؟ لا خلي بالك، انا ده قديمه ما ينفعش معايا الكلام. ماشي يا ابو دقه قديمه، قول لي دلوقتي انت تعرف شهير منين؟ مبسوط بيك وعمال يعرفك على الناس كلها، ده انت اصلا طلعت تعرف نص الناس اللي هنا. سيبك انت من كلام الفارغ ده. انت ايه الحلاوه المستفزه؟
متجنني ولا ايه؟ ما تقطعيش بس. فاضل بيه ازيك؟ ألفة هانم، ازي حضرتك؟ والله كنت لسه بسأل هانم عليكي. اه فعلا كان لسه بيسألني عليكي. عن اذنكم. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. انت عارف وفاء هانم؟ اه طبعا، مدام وفاء الشيمي مصممة الازياء. هلو يا فاضل بيه، ألفة بتشكر لي في حضرتك كتير قوي، وكمان بتقول لي عندك خبرة في حاجات كتير. ربنا يخليكي ويخليها هي، بس مدام ألفة يعني تحب تبالغ شوية. لا طبعا ده حقيقة. بقول لك ايه، فاضل بيه الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدنا في الموضوع بتاعنا. بس يا ريت يا فاضل بيه بقى ما تتريقش علينا. اعوذ بالله، تحت امرك يا فندم في اي حاجه. اتفضل. انت عارف طبعا المصيبه اللي احنا عايشين فيها اليومين دول، فكنت عاوزه اسال عن حاجه كده يعني. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. هو حضرتك تعرف حد يساعدنا في تحضير الارواح؟ يا هانم، حضرتك بتكلمي واحد من الاعضاء المؤسسين للجمعية العربية لتحضير الأرواح. عشان كده بقى بقول لك كفاية بقى تشاؤم ولازم نتفائل شوية. هيجي التفاؤل إزاي وأنت شايفة وضع البلد يعني؟ أهلا 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 معالي الوزير. أهلا أهلا. إزاي الصحة؟ الله يخليك. أهلا إزيك أهلا. إزيك يا شريف بيه؟ إيه؟ أنت سبت الجورنال وقعدت هنا ولا إيه؟ مع إن أنا يا أخي لسه بقرأ اسمك على الترويزة. ما خلاص بقى كلنا في الهوا سوا. هما بس سايبين اسمي تسديد خانة لحد ما ينزلوا التعديلات الجديدة. يا سيدي انت قلتها، كلنا في الهوا سوا. على الاذن معاليك. اتفضل يا فندم. سلام. باي باي. ده شريف عبد الغني رئيس التحرير، ظاهر اخرته هيقعد معانا هنا. من اللي كاس يا ابني؟ من اللي واقف معاه ده؟ ده الوزير عمر الديواني، انت بتشتغل معاه قبل كده. عمر الديواني؟ مالهم هم واقفين على بعض قوي ومفرفشين قوي كده؟ بقول لك ايه يا اسامه، بلاش الجنان اللي انت فيه ده. تريز اروح اشوف الناس. حبيبتي وحشتك، اخبارك ايه؟ بقالك هنا قد ايه؟ حبيبتي خليني اشوفك. اوكي اوكي هاي شروت، انت ايه اللي جابك هنا يا اسامه؟ انا سامح ان روسيا هو اللي عزمني. انا ما عنديش مشكله مين اللي عزمك، انت ايه اللي جابك هنا تقف معايا دلوقتي؟ ايه بلاش اسلم عليك يعني. اوف انت مش معقول. هو الراجل ده في حاجه بينك وبينه؟ راجل مين؟ انت ازاي اصلا تسالني السؤال ده؟ وبعدين اقف مع مين ولا ما اقفش مع مين دي مش مشكلتك، وزي ما قلت لك مليون مره يا اسامه وريت تسمع كلامي، يا ريت تشلني من دماغك عشان ترتاح وارتاح. اوف ارتاح وارتاح. عن اذنكم سامع. ايوه سالتلي عليه هو مين؟ هو في الحقيقة أنكل هو فعلا إنسان غريب أوي، كلهم يعرفوه بس كل واحد بشكل مختلف. اللي هو علي بيقول إن هو شغال في جهاز يدوي، بس دكتور سمير بيقول إن هو بيزنس مان نص نص يعني، هو أصلا ما بيستريحلوش. معتز بيه بيقول إن هو صاحب الروح بالروح من أيام المدرسة، أما بقى شريف بيه فبيقول لك إنه ما عرفوش، ما عرفش أصلا هو شغال إيه، بس هو أنكل عمر بيأكد لي إن هو من جهاز يدوي. طيب فاضل بيه العقيد مصطفى. مصطفى اشتغل معايا سنين في البحر الاحمر قبل ما اسيب الشرطه واشتغل هنا في امن مارينا. اهلا يا باشا. اهلا وسهلا فاضل بيه، تشرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. فاضل بيه راجل من اصحاب المكانه والهمه وليه فيلا هنا. الله يحفظك يا باشا، فرصه سعيده يا فندم. انا اسعد يا فندم. طب استاذنكم. اتفضل. ايه يا دكتور؟ ايه يا دكتور انت مقاطعني ليه؟ مع ان انا اشتغلت معاك بما يرضي الله. يعني انت مش عارف اصحابك الطلاينه عملوا فيا ايه؟ طب وانا ذنبي ايه يا دكتور؟ انا كلمتك يجي شهر، بعت لك ايميلات واتصلت بيك 100 مره، شفت تليفوناتي ولا ما شفتش تليفوناتي؟ شفت تليفوناتي وطنشتني، وبعت لك فاكس ما كانش ناقص غير ان ابعت لك حمام زاجل. على العموم يا دكتور اكيد هيبقى في فرصه نقعد مع بعض واشرح لك. خساره يا دكتور، الفتره اللي فاتت دي دبي رجعت تشتغل التاني، وكان في مستثمرين كبار وبيدوروا على مكاتب استشاريه. يا سلام، ما قلتليش ليه؟ سبحان الله، ما بقول لك قعدت اتصلت بيك كتير. على العموم لو حضرتك مهتم انا طبعا ممكن اعمل كونتاكت بينك وبينه. لا طبعا مهتم جدا. خلاص يبقى رد على تليفوناتي بقى. حاضر، عن اذنك. اتفضل يا دكتور. من القشره برضه ما تهونش ال ولا بلاش. هي دي الفكره اللي عندي واحب اسمع رايكم. والله دي فكره هايله يا شاهين بيه، بس محتاجه تمويل كبير. شوفوا
لو الأيام اللي جاية عدت على خير وسابوني هكون أنا الممول الرئيسي، وطبعاً هجيب معايا ممولين تانيين، ولو سعدية هانم تحب تخش معانا ده شيء يشرفني. طب والله هي اللي فاتحة معايا الموضوع ده وبنفسها كمان. عظيم، نتكلم في العمل بقى. أولاً عايزكم تكتبوا مشروع للمحطة، ولازم تاخدوا بالكم زي ما قلت لكم البلد خلاص اتغيرت واحنا لينا فيها مصالح كتير، يعني لازم يبقى لنا صوت مسموع والا هيدهسونا. طبعا احنا هنحتاج نعمل اكتر من قناه اخباريه وبعض القنوات اللي يخدموا على القنوات دي، يعني منوعات دراما رياضه. طبعا انا هعتمد عليكم انكم تكتبوا المشروع ده وبعدين ندرسه مع بعض. هيحصل من بكره يا باشا. هاي كده بقى انا عايزكم تعملوا كل حاجه وبسرعه. مروه هاتي لي كاس ويسكي بتلج حصلين على المكتب. حاضر يا فندم. طيب انا هستاذنكم شويه. اتفضل يا باشا. الفرصه ان احنا كنا بنحلم بيها جت لحد عندنا، مش لازم نضيعها بقى وبكره نشتغل على المشروع ده. قلت لك ده انسب واحد هيقف جنبنا في المشروع ده. تعبت هات الكاس ده. اتفضل. يا لهوي. تعبت اللي ضهري. يا راجل لم نفسك. الناس بره ومراتك لو سابتنا يا اخويا مش هتكفي. يا بنت هديك الطقطقه ايه؟ يا لهوي والنبي لو ادتني الطقطقه. انت اتجننتي يا راجل. يا بنت ما تخافيش. انا بقول حفايه بتبصي. اديني قطه. يا لهوي بس يا راجل بقول لك الناس بره. قطه سريعه. حسابك كده هيتقل. موافق. ايه ده مالك؟ ايه وشك ملوكه ليه؟ مفيش. مفيش. طب تعالى نتمشى شويه. تعالى. دلوقتي اللي عايز يخطبك يتكلم مع مين هنا بقى؟ فاضل لو سمحت انا فهمتك قبل كده انا ست متجوزه. بس ما بتحبهوش. وهو ما يستاهلكيش. على فكرة موضوع الشركة الإيطالي دي مش غلطته وملوش ذنب فيها. فعلا أنا حسيت ده في مقابلتنا اللي فاتت لما قلت لي إنك شايف إن هو المسؤول. لا لا أنا بس كنت متوتر شوية. فاضل ده شخص محترم وفيري أونست بجد. أنا مش هسيبك تهربي مني تاني أبدا. أنت فاهمة كويس إن أنا عندي مشاعر ناحيتك فعايزين نقرب من بعض أكتر. يا دكتور أنت عارف كويس. ما تقوليش أي حاجة دلوقتي. أنا عايزك تفكري بقلبك وبعقلك. انت يا جدع انت عايز مني ايه؟ انت في ايه اتجننت؟ في ايه يا بني ادم انت؟ انت بتتكلم كده ازاي؟ بتكلم ازاي؟ عارف لو قربت منها تاني انا هوريك انه في عز الضوء. وسامع في ايه يا حيوان؟ حيوان؟ يا جدع انت يا كابتن يا كابتن مش كده عيب. وكمان انت يا عم انت يا كمان يا لو سمحت ما حدش يتدخل يا كابتن ده انا من محبيك. لا معلش يا انكل معلش معلش. ايه هو ايه اللي حصل؟ الحيوان ده كابتن اللي اسمه اسامه الدفاع بتاع الكوره ده اللي نزل عندنا في الاوتيل اتعدى على انكل عمر. يمشي من الاوتيل بكره الصبح. حاضر. يا عمر عايزك. اتفضل. يعني انت بتفكر تتجوزها؟ ده في غلط يا شهير. لا غلط ايه؟ بالعكس دي حاجة جميلة جدا، أنا بس بستفهم عشان أعرف الموضوع مهم عندك قد إيه. بيني وبينك أنا بقيت بفكر في موضوع الجواز ده جدا جدا. خلاص يا شهير الواحد ما بقاش فيه حاجة تستاهل غير إنه يفكر يعيش اليومين اللي فاضلين له مستريح ومبسوط.
يعني انت حاسس ان شروت دي هي الست المناسبه ليك؟ اكتر ست اعرفها فيها ريحه ولاد الاصول. تعرف انا ايه مشكلتي مع فيرونيك؟ ما فلجر. صحيح فرنسويه بس فلجر. انما شروت ليدي. ليدي بجد يا شهير. اكتر ست اعرفها تفكرني بولاد الاصول. هو ده كل اللي عجبك فيها؟ لا طبعا، في حاجات كتيره جدا جميله، انما دي اكتر حاجه. تعرف يا شهير، انا الست اللي هتجوزها عايزه تملى حياتي وبيتي بريحه الزمن الجميل، ريحه البيوت القديمه في منشيه البكري. فاكرها يا شهير؟ فاكرها طبعا، بس انا الريحه دي بقى بتفكرني بستات تانيين. خلاص يا ابو الكباتن اتفقنا؟ اتفقنا يا فاضل بيه. تمام، يلا اطلع بقى رايح شويه كده واستجم مع الجاكوزي، اتفرج على ماتش حلو. الصبح اول ما تصحى كلمني ضروري علشان نتقابل وندردش، عايزك تطمن. قولت ان في حاجه اسمها مشكله من غير حل، ده مش في قاموس فاضل ابو الروس. عن اذنك. بكرة. بكرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. لحظة واحدة. الحمد لله على السلامة يا أستاذ رجب. إيه الأخبار؟ كله تمام، هعمل لك بقى كوباية شاي تعدل دماغك. ولا شاي ولا قهوة، أنا مستعجل ورايا مصالح. ماشي الحال. إيه فين الناس؟ موجودين جوه، مستنيين في مكتب البشمهندس. وفين مكتب البشمهندس؟ اتفضل معايا. اتفضل. ها، جابوا الحاجة اللي إحنا طلبناها؟ وطي صوتك لحد يسمعنا. اطلب انت بس لبن العصفور وما يهمكش. بقول لك ايه؟ مش كنت عملت لك كوبايه شاي تعمل بيها دماغي الاول؟ مش هشرب شاي، مستعجل. حاضر، تعال. اتفضل يا استاذ راجل. صباح الخير. اهلا، صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. البشمهندس والوسطى شغالين في منجم السكري، وناس ايديهم تتلفف حبيبي. اتفضل، اتفضل يا استاذ. حسين قال لكم على طلبنا؟ ايوه قال لنا، بس اللي بيقوله ده مستحيل. ازاي؟ ايوه مستحيل، عاوزنا نحول دهب عيار 24 مشغولات وسبايك لدهب خام، ده شيء مستحيل وهيكلف كتير. هو عمره ما هيرجع دهب خام، احنا اخرها يعني هنخليه يشبه الدهب الخام. طيب يا سيدي، ما احنا عايزينه يشبه له، وبعدين احنا مش عايزين خام يعني حجر من الجبل، لا احنا عايزين سبايك زي اللي بتبعتوها كندا تتنقى. ايوه، ما هو كده برضه هيتكلف كتير. انت طلباتك ايه؟ اولا عاوزين مكان نعمل فيه فرن ويكون وصله كهرباء ضغط عالي. غيره؟ ويعني عايزين شويه خامات وشويه عده. نحاس، قزدير خام، حلل ستانلستين. بتقالي بالنسبه للعده ممكن نجيبها من عندنا؟ ممكن يا باشمهندس. طب خلاص، هاتوا العده من عندكم وانا حاسب عليها، وبقيه الطلبات ننزل نشتريها مع بعض. كده تمام. جبت السبيكه؟ طبعا جبت السبيكه. اتفضل. تمام. الدهب في الاخر هيكون شكله كده. وادي فلوسي. ماشي. لو في حاجه محتاجينها مش موجوده في الغردقه، انا نازل مصر اخر النهار. تمام، لان الحلل الستانلستين والنحاس الخام مش موجود هنا. هي كميه قد ايه؟ حوالي 10 كيلو. 10 كيلو؟ مش كتير. ايه سيدي انت عايز ايه؟ عموما انا مجهز لك كل الطلبات، اتفضل هات. تمام. السلام عليكم. ايه بقى انت هتخرج بيها كده؟ شيلها.
اوعى يكون في تفتيش على الباب. عيب يا استاذ رجب. سلام. اتفضل. مع الف سلام. مع الف سلام. مع الف سلام. وبعدين بقى ايه يا عم انت؟ عيب عيب عيب. اسكت انت بس يا معتز. جوجو خش جو. يا عم ما هتشيله من هنا ولا اعمل فيه اي حاجه، خلينا نخش جوه نتكلم. بس بقى معتز عشان انت نرفزته. خش جوه. بصراحه بقى انا عايز افهم ايه معنى الكلام اللي انت قلته امبارح ده. لا معتز جرى ايه؟ انت جاي على الصبح علشان تصحيني وتقولي كلام فارغ زي ده؟ احنا بقينا الظهر. وبعدين يا فاضل يا اخويا انا لازم افهم كنت تقصد ايه، وايه حكايه الست دي؟ لا بص بقى معتز، انا اكره ما عليا الزن على دماغي ساعه ما اقوم من النوم قبل ما افوق واشرب قهوتي. توكل على الله دلوقتي، وانا لما فوق اشرب القهوه هاجي لك. والا لا مفيش وقت. خلاص خلاص جوجو. وبعدين خلاص خلاص اسمع، انا هستناك تاخد قهوتك عندي في الشاليه، ما تتاخرش. ها خلاص 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 ستاي. العكنانه اللي على الصبح دي كده. رسيت على كل حاجه يا ابو السيد؟ تمام يا شراجه. ده لبس الصول اللي هتلبسه، وده الكارنيه بتاع الصول عشان اي حد يسالك تقول له صول. تمام يا شراجه. هعدي عليك 3 الفجر نوصل فاضل بيه المطار، وبعدين نتكل على الله. احنا هتلاقيني صاحي وجاهز. عايز حاجه؟ سلامتك يا شراجه. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ما تيجي تاكل يا شراجه؟ طلبك ما افتكرت. اتهامات المواجهه لهؤلاء المسؤولين، حيث أكدت المصادر المصرية أن النيابة العامة أمرت بتوقيف وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال أحمد عز لمدة 15 يوما لدواعي التحقيق، والثلاثة متهمون باختلاس أموال عامة. يا صباح الفل والياسمين. صباح الخير. أنا عندي سؤال مهم جدا، إزاي كل ما أفكر أكلمك ألاقيكي بتتصلي بيا؟ ده اسمه إيه ده؟ توارد مشاعر ده ولا ايه؟ لا وانت صادق، توارد اسطوانات. انت مش هتبطل التهديد ده؟ قولي الاول انت اختفيت فين امبارح؟ معلش الموبايل بتاعي فصل شحن معرفتش اكلمك. هو انت مدريتيش بالفيلم بتاع كابتن اسامه ولا ايه؟ لا هو ايه اللي حصل؟ لا 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 بجد؟ لا دي محتاجه قاعده. ما انا لما لقيتك اختفيت فضلت قاعده مع نفسي شويه وبعدين اتسحبت وطلعت نمت. قولي دلوقتي انت هتعمل ايه النهارده؟ لازم اروح اشوف معتز شويه، بعد كده ممكن اقابلك في المارينا ونروح نتغدى في حته لطيفه. فين يعني؟ لا مش هقول لك دلوقتي بقى، خليها مفاجاه. يلا صباح الحب. يلا يا بكاش. باي باي. يا صباح الغرام. اهلا يا عندليب، ايه الاخبار؟ كله تمام، حجزت لك في الطياره، وانا وسيد هنسافر بالعربيه. ليه؟ هنحتاج حاجات من مصر عشان موضوع الذهب. قابلت الناس؟ واتفقت معاهم وجابوا لنا السبيكه اللي احنا طلبناها. بس على فكره انا قلقان. قلقان من ايه؟ ازاي نقامل للناس زي دول ما نعرفهمش على 10 كيلو ذهب؟ دول كمان طالبين مكان يعملوا فيه فرن، وطالبين كهربا فولت عالي. يا سيدي مين قال لك ان احنا هنأمنهم على اي حاجه؟ احنا هنوديهم حته ما يعرفوش سكتها منين لحد ما يخلص شغلهم، وطول ما هم شغالين هيكونوا تحت عينينا. برضه قلقان ومش مطمن. طيب سيبها لي وانا هظبطها لك. المهم قبل ما نسافر تكون خلصت العقود بتاعت اليخت. تمام سعادتك. تؤمر بحاجه؟ يلا اتفضل. يعني هم قبضوا عليه؟ مش عارف يا ماما، الخبر مش واضح. بيقولوا ان هم بيحققوا معايا النهارده في النيابه، وفي اشاعه بتقول انهم احتمال يامروا بحبسه. انا مش قادره اصدق اللي بيحصل، مش قادره اصدق. انت كنتي تعرفيه يا جروات مش كده؟ اه يا ماما، صاحبي من سنين قبل ما يبقى وزير. مش هتصدقي قد ايه حد مهذب وديسل. مش قادره اصدق ازاي ده هيحطوه في السجن. الله يكون في عونه هو واهله. انا فاكره كان حكي لما عرضوا عليه الوزاره انه ما كانش موافق، بس هم اللي ضغطوا عليه. سمعت الخبر ده؟ اكيد سمعت. وبعدين هنفضل مستنيين لما يجوا ياخدونا واحد ورا التاني؟ احنا لازم نفكر نسيب البلد. اي حد فينا هيفكر يخرج من البلد دلوقتي كانه بيقول لهم تعالوا اقبضوا عليا. رشيد وبطرس غالي خلاص نفدوا، ما حدش فيهم هيقدر بعد كده ينفد. يعني انت شايفاني كنت عايزه اسيب البلد؟ بس هنعمل ايه يا بنتي؟ يعني الخبر ده نازل عليا زي السم الهاري. معلش يا ماما، ان شاء الله مفيش حاجه هتحصل لنا. احنا اصلا بعاد عن كل اللي بيحصل.
تصدق بقى يا كريم ان اللي قاله شهير بيه امبارح هو ده اللي صح؟ احنا اللي هيحمينا ان احنا نفضل قاعدين ويكون لنا صوت في اللي بيحصل. ادينا بنجرب يا شباب، ما قدمناش حل تاني. بقول لك ايه؟ الجدع اللي اسمه اسامه ده لو قرب لنا تاني هضربه بالرصاص، فاهمه؟ لو سمحت يا كريم ما تدخلش نفسك في الموضوع ده، وبعدين ما تنساش ان اسامه ده ابو رنا، دي مشكلتي وانا هعرف احلها. استفلي. يا فاضل. يا فاضل، وحياة ابوك يا شيخ، وحياة ابوك متدوخني وراك. قول لي ايه الموضوع؟ الله. هي المدام مش هنا ولا ايه؟ عايزني اتكلم كده براحتي. ها يا سيدي، اتكلم على راحتك على الاخر. المدام في الشاليه اللي جنبنا عند وفاء، عايزك بقى تحكي لي الحدوته من طقطق لسلام عليكم. حدوته ايه؟ بعدين بقى يا فاضل، انا ما بقتش حابب الكلام ده، خش في الموضوع بلاش لف ودوران. يا عم الموضوع معاك انت، انت اللي خش في الموضوع من غير لف ولا دوران واحكي لي. احكي لك على ايه؟ ايه حكايتك مع رندا الامير؟ تعرف رندا منين؟ يا سيدي انا بعرف كل حاجه، مش عيب بقى لما تسالني سؤال زي ده. طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ انا مش عايز اي حاجه، انت اللي عايز. يو يا فاضل بلاش، او ما امشي. لا لا اقعد، انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. الحكايه اللي بيني وبينها زي اي حكايه بين اي راجل وواحده ست. ها اتعرفت عليها في المكتب بتاعها لما رحت لها عشان تعمل لي الدعايه بتاعت الشركه بتاعتها. كانت بتعمل التصميمات وتيجي تصور وبعد كده تيجي توريني التصميمات بتاعتها. قاعده ورا الثانيه حصرت الحدوته. بس دي مش حدوته عابره، ده موضوع 3 سنين. تفرق ايه يعني؟ مش فاهم. لا يعني دي قصه حب بقى. هو عيب اني احب؟ حرام يعني؟ لا مش حرام انك تحب، بس لما تبقى راجل متجوز وعندك بنوته زي القمر، الحب التاني ده بيبقى اسمه حاجه تانيه. هو انت ما سمعتش صباح وهي تصدح وتقول؟ بقى ده اسمه كلام. القلب يساع اتنين، وان كان ده غرام التاني اوديه فين؟ لما اغزر يا عم. تاني ايه واولاني ايه؟ انت هتوديني في داهيه اكيد. تصلك مش فاهم. ما انت شفت مراتي، مراتي دي انسانه تقدر تقول يعني مندمجه شويتين كده مع الطبيعه، متساميه على الغرايز بتاعتها، ما بقتش محتاجاها خلاص. انما انا بقى زي ما انت شايفني كده، دقه قديمه ومتخلف، بتحركني غرايزي الحيوانيه. ايوه بس الغرايز الحيوانيه دي ما بتعملش قصه حب 3 سنين. بس اهلا يا فاضل بيه. مساء الخير يا هنا. كويس انك مشرفنا، انا وفوفا كنا لسه في سيرتك حالا. وانا اقول ايه اللي مشرقني كده؟ كنا عايزين نتكلم معاك في الموضوع اللي اتكلمنا فيه امبارح لوحدينا. تحت امرك، حاضر. فممكن تيجي تشرب معانا شاي في الجنينه؟ قوي قوي، بس ده لو عند حضرتك شاي صيني، انا الحقيقه ما بشربش اي نوع شاي تاني. عندي شاي اورنج الاحمر. يا سلام، هو ده الكلام. خلاص مستنيينك. حاضر. كنت بقول لك مندمجه مع الطبيعه. طيب عن اذنك اخد انا بقى علقه الطبيعه. روح يا اخويا، روح. كابتن اسامه، لحظه. صباح الخير يا كابتن. صباح النور. كنت حابب افكر حضرتك ان الحجز هيخلص بكره. خلاص اوكي، مديلي كمان اسبوع. اسف جدا يا فندم، الاوتيل عندي كومبليت. نعم، اوتيل ايه ده اللي كومبليت؟ عندي حجوزات من شركات سياحه كتير. شركات سياحه كتير؟ انت هتستعبط عليا انا؟ هي البلد فيها سياحه اصلا؟ انتوا مش لاقيين تاكلوا. بالهدوء يا كابتن لو سمحت. وانت تطلع انت كمان.